وانت حضرتك ماشي كده في شارع المعز ومنطقة الازهر وكل الاماكن التاريخية العريقة، بتلاقي الاثار اللي كتير منها جدا من عصر دولة المماليك. عصر دولة المماليك اللي امتدت من اواخر الدولة الايوبية الى حتى وكانت موجودة في اثناء الدولة العثمانية. في ظل مئات السنين دي المماليك كان لهم اثر كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكل شيء في التاريخ المصري. دولة المماليك دولة لها ما لها وعليها ما عليها. اي نعم ان كتير مننا بيحنوا الى ايام دولة المماليك، ولكن في ايام دولة المماليك فيها كتير من النوادر والاشياء الغريبة والاحداث الغريبة اللي انت تندهش اليها وتقول الشعب المصري كان عايش ازاي ومستحمل ازاي الظروف ديت. يعني لما نيجي نبص كده ليه خطط المقريزي، وخطط المقريزي زي ما انتوا شايفينها هنا وهو بيروي وبيكتب عن مجموعة من النوادر والغرائب اللي هحكيها لكم في الفيديو ده اللي هتقعد تسمعها فعلا لآخر ثانية في الفيديو. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وبشكركم قوي على ان كنتوا شغلتوا الفيديو، بكن لحضراتكم كل احترام وحب فعلا. شكرا على دعمكم المستمر، ويا رب كده اكون دايما عند حسن ظنكم. النهاردة بنتحدث عن من النوادر الغريبة في عصر دولة المماليك، واول حاجة بنتحدث عنها وهي الامراء اللي اتباعوا. ازاي الكلام ده؟ في عصر الملك الصالح نجم الدين ايوب، الدولة الايوب جه الملك الصالح نجم الدين ايوب واشترى مجموعة كبيرة من المماليك، ودي كانت بدايات على فكرة عندنا هنا وجود المماليك في مصر. الملك الصالح نجم الدين ايوب جابهم وراح مديهم امارات على بعض الاقاليم والاقطاعات اللي في مصر، وبقوا من الفلاحين الغلابة اللي موجودين في وجه بحري وفي وجه قبلي، بيتعاملوا مع المماليك كأن العبد بيتعامل مع السيد او السيد بيتعامل مع العبد، بالرغم من ان الفلاحين هم مصريين وهم اصحاب الارض وهم اصحاب الوطن، والمماليك مجرد رقيق. يا جماعة الملك الصالح نجم الدين ايوب مشتريهم اساسا من بيت المال، من فلوس البلد، من فلوس مصر، يعني كأنهم هم المفروض اللي يبقوا خدم عند الشعب المصري. لا، المماليك انت كلب، انت معرفش ايه، انت تسمع كلامنا. واصبح المماليك اتمسكن لحد ما اتمكن، بيعاملوا المصريين معاملة سيئة للغاية، معاملة سيئة جدا. حصل سخط كبير ما بين المصريين، المماليك بيغتصبوا منهم حاجات اراضي واموال ويضربوهم ويتعاملوا معهم بحدة. كان في الوقت ده جه من دمشق الشيخ، وكان يعتبر هو شيخ الإسلام في الفترة دي، عز الدين ابن عبد السلام او العز ابن عبد السلام. كان فقيه جدا جدا يا جماعة، لدرجة انه هو اول ما جه كل الفقهاء اللي في مصر امتنعوا عن اي فتوى طالما هو عز الدين ابن عبد السلام موجود. كان رجل ورع ويخاف الله في قول الحق بشكل كبير، والسلطان رحب بيه جدا جدا، بل ان هو اداله منصب كبير القضاء. عز الدين ابن عبد السلام وافق ان انا هبقى كبير القضاء، ولكن بشرط عندي ان الفصل ما بين الحق والباطل هو الشرع وهو الحق وليس السلطة والقوة، واتفق مع السلطان على كده. سمع بأمر المصريين والمماليك بيتعاملوا مع المصريين كأن هم ملوك ودول عبيد، والبطش والجبروت اللي بيعملوا مماليك على المصريين. فجيه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وطلعت له وفكر في فكرة، مش دولت مماليك؟ خلاص احنا بقى بشرع ربنا وبالحق هنعاملهم. دول عبارة عن عبيد، هم أصلا رقيق، ما هماش أحرار، احنا ناخدهم ونبيعهم. وراح مطلع فتوى ان المماليك دولت يتجابوا ويتباعوا، والفلوس بتاعتهم للشعب ومن حق الشعب. طبعا المماليك سمعوا الكلام ده اتغاظوا، ايه اللي بيقولوا ده؟ لا، ايه اللي بيقولوا ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ لا يمكن ان احنا نسمح بكده. ولكن
الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أصر على كده وقال لازم يتعمل الموضوع ده. حاولوا ان هم يضغطوا للسلطان ويبعتوا للسلطان. السلطان حاول يتكلم معاه بالراحة وقال له ما ينفعش الكلام ده. الشيخ عز الدين ابن عبد السلام قال بص احنا اتفقنا من الاول ان الحق هو اللي يمشي، لو الكلام ده انت رفضه انا هخلع نفسي من كبير القضاء وحمشي وحسيب الفتوى معلقة، واللي يجي من بعدي هو اللي هيشيل وزرها. فضعف السلطان مش عارف يعمل ايه، يعني ده برضو ده اكبر ده الشيخ الاسلام يعني هيعمل ايه؟ وبالتالي فتوته عطلت كل مصالح المماليك لانه رق اساسا، ما ينفعش ان هو يهرب من صاحبه. مفيش الكلام، مفيش حاجه اسمها ان يعني العبيد او المملوك ملوش الحق ان هو يهرب من صاحبه خالص. فاجتمعوا وجي بقى الامراء وكبير القضاء، وطبعا مش هننسى ان حتى المستشار بتاع السلطان اللي كان تحتيه حاول ان هو كان عايز يقتل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، ولكنه خاف لان كانت هتحصل ثوره عارمه في البلاد. وفعلا راحوا جابوا كل المماليك والشيخ عز الدين ابن عبد السلام موجود، وكان نجم الدين ايوب موجود، وكان كل الناس موجوده ويندهوا على اسم كل مملوك. مين بقى اللي بيشتريهم؟ الملك الصالح نجم الدين ايوب. كل واحد يجي ويكتب اسمه ويتعمل في مزاد، والملك الصالح نجم الدين ايوب يشتري، يقوم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يغالي في السعر ويغالي في السعر، الى ان هم بيعوا برقم من الاموال كبير جدا، وخد الاموال وخلاها للفقراء والمساكين ولعوام الشعب. ولكن ده كان درس قاسي في تاريخ مصر. من ساعتها عرفوا ان الله حق وتعاملوا مع المصريين بشكل افضل من كده بكتير. على قد ما عصر دولة المماليك كان في مجموعة من المماليك القادة واللي هم يحتذى بيهم واللي دفعوا عن نصرة الإسلام أو نصرة مصر واللي كانوا عاملين عصر رائع جدا، إلا أن في بعض المماليك الأخرى كانوا يا جماعة بيتصفوا بالجنون، بل أن ممكن مملوك واحد بيبقى ليه إنجازات حلوة ولكن كان ليه إنجازات يعني تستغربها جدا. ما هو يا جماعة هو بشر، يعني مش معنى أنك أنت بتتكلم عن مساوئ واحد انك انت تتخلى عن المحاسن بتاعته. يعني عندنا مثلا الملك الاشرف برسباي. الملك الاشرف برسباي من ضمن المماليك اللي كان ليهم بعض الانجازات، ولكن جه في الاواخر ايامه وجات له المناخوليا، جات له كده حاجات غريبة. والمناخوليا اساسا اصلها اصلا من مالي خوليا، ومالي خوليا هي ليها معنى بالفارسي اللي هي الفلسفة السوداوية او الجنون، الاكتئاب اللي بيجيب نوع من غياب العقل. فجه الاشرف برسباي واصدر قرار غريب قوي قوي، قال الكلاب اللي موجودة في الشوارع ننفيها ونوديها الجيزة. أو والله زي ما بقول لكم، اي حد شايف كلب ياخد الكلب وينفيه وديه الجيزه. ما اعرفش اشمعنى الجيزه بالذات، تفهمش ايه اللي بينه وبين الكلاب وايه اللي بينه وما بين الجيزه وايه علاقه الكلاب بالجيزه، ما تفهمش. ولكنه امر ان الكلاب تتاخد وتنفى في الجيزه، وان كل واحد ياخد كلب وينفيه في الجيزه هياخد عليه دراهم. والموضوع تطور اكتر، وجي الاشرف برسباي وقال بصوا مفيش واحدة ست تمشي في الشوارع. بيفكرنا بالمجنون الحاكم بأمر الله، وسبق وقبل كده وعملت فيديو عليه. حاكم بأمر الله ده كان يعني، فالمهم الأشرف برسباي مفيش واحدة ست تمشي في الشوارع خالص ولا تمشي في الأسواق، وأي ست كانت بتمشي كانت هي المغسلة بتاعت الأموات، وكانت تطلع من بيه تصريح وكانت تحط التصريح على رأسها وتمشي بيه عشان محدش يقبض عليها. بل الموضوع تطور أكتر، إنه هو أمر الناس إن مفيش أي حد يلبس غطاء للرأس أو عمة على رأسه، محدش يلبسها، سواء مقامه كبير مقامه مش كبير، كله يمشي كده بشعره. فيش كان في الوقت ده حاجة غريبة، يعني كل كان يا إما لازم يلبس عمة أو عمامة فوق رأسه، طاقية فوق رأسه، إلا لأ فيش حد. والموضوع تطور إنه هو أمر بقتل الأطباء اللي موجودين، حتى كان ليه 2 أطباء موجودين كانوا معاه أمر بقتلهم، ومش كده لا كل الأطباء كمان يقتلوا. ما بقولش إن ده كان في عصر المماليك بصفة عامة، ولكن دي من ضمن النوادر اللي موجودة عندنا.
من ضمن المساجد الحلوه اللي انت تلاقيها برضو مسجد المؤيد شيخ، هتلاقيه كده وانت ماشي في شارع المعز برضو هتلاقي الجامع ده. المؤيد شيخ على فكره كان من المماليك، على قد ما كان في بداياته كان ليه حاجات ايجابيه، ولكن كان معروف ان قلبه قاسي جدا جدا، وكبر المؤيد شيخ السن وكان عنده الروماتيزم. ابنه ابراهيم، كان ليه ابن اسمه ابراهيم، ابراهيم كان من القادة اللي كان لا يكل ولا يمل من الحروب ومن الانتصارات، والناس كانت بتحبه وكل الجند كانوا بيحبوه. فكان الشيخ اللي جنبه على طول كان اسمه ناصر الدين البارزي، جي قال له الناس كلها بتحب ابنك، دول شكلهم عايزين يعملوا انقلاب عليك ويخلعوك، اتغدى بيه قبل ما تتعشى بيه. اتغدى بمين وتعشى مين؟ بابنه. فكرة. يقعد بقى المؤيد شيخ مع نفسه، ده ممكن فعلا يعملها معايا، فيقوم جايب سم ويحطه في قطعة حلوة ويديها لابنه، ويموت ابنه اللي كان في عز الشباب والقوة اللي عمل فيه كده ابوه خوفا على السلطة. شفتوا جنون السلطة والعظمة يعمل كده ايه؟ والناس طبعا شعم بينها ان المؤيد شيخ هو من قتل ابنه. يطلع لك الجمعة اللي بعدها ناصر الدين البارزي ويخطب في الناس، وعشان يبرر الموضوع يتحدث عن حزن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وفاة ابنه إبراهيم، ويستشهد بالقول إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن، ويبار ويدخل ده في ده. تخيلوا يا جماعة، شوفوا الدنيا كانت عاملة إزاي. ويقعد مع نفسه المؤيد شيخ، يا حبيبي يا ابني والله ما كنتش عايز أموتك، بس أعمل إيه؟ كرسي ولمعته. ويقوم كمان المؤيد شيخ يجيب ناصر الدين البارزي ده اللي هو عارف السر، ويقوم مقعده ويجيب له حلويات، الحلويات اللي هي بقى الشاي بالياسمين. وناصر الدين البارزي كان بيحب ياكل قوي، كان بيموت في الاكل، فاكل الحلويات كلها، ومجرد ما روح مات من السم اللي كان عامله المؤيد شيخ، علشان ما حدش يفصح عن الموضوع، ولكن تم الافصاح على الموضوع في اواخر ايامه لما كان اعترف بذلك المؤيد شيخ. كان في مصر هناك شاعر، الشاعر ده افتكره كويس اسمه، كان اسمه الشاعر جمال السلموني. جمال السلموني اللي كان بيعاصر السلطان قنصوة الغوري. جمال السلموني ما كانش يخاف ابدا لا من حكام ولا من اي حد، ويقول الشعر ويهجو اي حد بيحس ان هو بيلعب بديله كده ولا كده مع الشعب. فكان ساعتها وكيل بيت المال كان اسمه معين الدين ابن شميس، وكان بيختلس فلوس. فجمال السلموني مسكتش، كان بيطلع في وسط العوام وفي وسط الناس ويهجو معين الدين ابن شميس بأشعار، فعرف بكده قاضي القضاء. قاضي القضاء كان في الوقت ده من ضمن الشلة اللي هي تبع معين الدين ابن شميس، فلما عرف كده محبش حتى ان هو يحتكم، أمر بجلد جمال السلموني. ولكن جمال السلموني برضو مسكتش، راح عمل أبيات شعرية تهجو عبد البر، وراح قايل فشى الزور في مصر وجنباتها، ولما لا وعبد البر قاضي قضاتها. وقعد عمل اشعار عبد البر اللي هو قاضي القضاء اللي بيقوله ده. راح رايح عبد البر، كان بقى ساعتها السلطان قنصوة الغوري كان في احتفالات عند القلعه هناك، وكان في بمناسبه العام الهجري، وراح له عبد البر يقول له شايف الشاعر جمال الدين بيهجو فينا ازاي وبيقول على رئيس بيت المال ايه، ان احنا ناس وان احنا ناس. طبعا القضاة كانوا بيشكلوا كتلة كبيرة جدا، ومش عارف يعمل ايه بصراحة قنصوة الغوري، مش قادر يقف قدامهم. راح جايب جمال السلموني وراح مخلينه مكبل الايدين، ونزلوا بيه ويمشوا بيه وفرجوا عليه كل العوام، وامروا بجلده وخلاص هيجلدوه. ولكن عوام مصر كلهم اتجمعوا، وكل واحد كان ماسك طوبة وحطينها على بقهم، وقالوا لو هو جمال السلموني تم جلده وتم ضربه، احنا هنضرب كل القضاء وهنضرب القاضي عبد البر. طبعا لما لقوا كل عوام الشعب طالعين بالالوف، وكانت اسمها الحجارة، ثورة الحجارة على الأفواه، عشان يدافعوا عن جمال السلموني اللي كان بيدافع عن حق الشعب. تركوا ساعتها جمال السلموني وهربوا ساعتها القضاء. دي من نوادر الشعب المصري ومن نوادر عصر دولة المماليك.
أتمنى يا رب المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم الفيديو. مش هوصيك بقى يعني، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.